للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دبي يحيى تشو تشيوان، خبير العلاقات الدولية. مرحبا بك على شاشة القاهرة الإخبارية، ودعني أبدأ من آخر ما ورد في خبرنا بأنه يمكن أن تلعب الصين دور في مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالسلاح النووي لكوريا الشمالية. نعم، أعتقد أن الموقف الصيني تجاه قضية كوريا الشمالية نووية مستمرة ودائمة، ألا وهو الدعوة إلى المفاوضات بين الأطراف حتى يعني لدفع نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. أعتقد أن الصين ستتمسك بهذا المبدأ بشكل مستمر وتلعب دورا أكبر، وخاصة بعد أن نرى قد شهدت أو قد نجحت الصين في تحقيق الوساطة بين السعودية وإيران في مارس العام الجاري. فأعتقد أن الصين ستلعب دورا أكبر أستاذ في يحيى، ألا هذه ترى أن هنالك المسألة فارق أيضا؟ كبير بين إيران وما بين كوريا الشمالية فيما يتعلق بالسلاح النووي؟ يعني مهما كانت العلاقة ما بين الصين وكوريا الشمالية، هل يمكن أن نصل إلى هذه الحالة ربما التوافقية فيما يتعلق بالسلاح؟ أعتقد هذه المسألة تحتاج إلى جهود مشتركة، ليس من جانب الصيني فحسب، بل أيضا من جانب الأمريكي ومن جانب الاتحاد الأوروبي ومن جانب كوريا الشمالية والجنوبية في الوقت نفسه. فنعرف أن الصين دورت كبيرة في هذه المسألة، ولكن هي ليست الطرف الوحيد لحل هذه المسألة. فأعتقد أن إذا نستطيع أن نتوقع أن تحقيق الحل السياسي لهذه القضية، فذلك تحتاج إلى جميع الأطراف، إلى جهود من قبل المحادثات السداسية طيب، في نفس الوقت. قبل أن نذهب إلى سياسة أمريكا فيما يتعلق بكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، التساؤل هنا: هل من جديد اليوم يزيد من حالة التخوف الغربي أو الأمريكي تجاه كوريا الشمالية؟ في الحقيقة أعتقد أن إذا نرجع إلى تاريخ حدوث مسألة نووية في شبه الجزيرة الكورية، فأعتقد أن ذلك يعني يرجع إلى أسباب تاريخية إلى حد كبير، وأسباب أخرى من جانب القوات من جانب الولايات المتحدة و يعني بعض الدول الأخرى. ففي الوقت الراهن أعتقد أن الأطراف المعنية ستتخذ إجراءات حذرة في هذه المسألة، لأن لا نشهد يعني تدهور الأوضاع في هذه المسألة في خلال الأيام الماضية. فأعتقد أن كما شاهدنا في خلال السنوات الماضية، ففي رأيي أن هذه المسألة ستستمر في هذا الوضع يعني بشكل متوازن بين الأطراف المعنية. نعم. طيب، الحديث اليوم عن العلاقات ما بين كوريا الجنوبية والصين، هل هي خاضعة بنسب بين الترغيب والترهيب للجانب الصيني فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية سيد يحيى؟ في الحقيقة قد شاهدنا أن العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية تدهورت خلال الأيام الماضية بسبب يعني تصريحات من جانب كوريا الجنوبية. فأعتقد كل ذلك يعني ليس بسبب كوريا الجنوبية فحسب، فأعتقد أن نرى تداعيات الولايات المتحدة أيضا في هذه المسألة. كما شاهدنا كان العلاقات بين الصين والفلبين تدهورت، وشاهدنا العلاقات بين الصين كوريا الجنوبية تدهورت، حتى العلاقات بين الصين واليابان تدهورت. ولكن كل هذه الدول متعلقة بالولايات المتحدة، إذ أن الولايات المتحدة تحاول أن تحتوي على التنميات الصينية بأساليب متعددة، بما فيها استخدام ورقة بحر الصين الجنوبي وورقة تايوان. فأعتقد أن كل هذه الأساليب من قبل الولايات المتحدة أن يعني للقيام باحتواء على الصين. ولكن في الوقت نفسه كما شاهدنا يعني أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيقوم بزيارة غدا إلى الصين، فأعتقد أن هذه إشارة إيجابية إلى حد ما، وخاصة أنه أعلى مسؤول أمريكي على مستوى أعلى منذ 5 سنوات. فأعتقد أن هذه بداية جيدة لتواصل
لإجراء المحادثات بين القيادات البلدين. ففي الحقيقة كانت زيارة بلينكن يعني كان من المتوقع في فبراير العام الجاري، ولكن للأسف الشديد بسبب حادثة المنطاد بدون طيار فتأخرت لـ4 أشهر، ولكن قد شاهدنا على الأقل زيارة بلينكن هذه المرة، فأعتقد أنها ستفتح نعم، آفاق جديدة للعلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة. في متابعة لنتائج هذه الزيارة، إذن سنكون طبعا مع كل تطور وكل جديد. أشكرك من دبي يحيى تشو تشيوان، خبير العلاقات الدولية، شكرا لك.